كيف ما قلنا في الفيديو الاول، إبريد اللي كتقترح هيونداي مصوبه من الفولاذ القاصح والالمنيوم الخفيف، والديزاين ديال هاد كيو انيق وسميتها ايونيك. اجي نشوفو كيفاش كتخدم. فيها جوج مطر، واحد الكتريك والثاني ايسونس، وباتري ليثيوم ايون اللي كتميز بها الإبريد ديال هيونداي. وملي كديماري كتخدم بالموتور الكتريك اللي كيجيب الضوء من الباتري ليثيوم ايون، ومحدها كتحرك وهي كتشارج، وحتى ملي كتفراني كتشارج، وفي الهبطه كيخدم غير الموتور الكتريك والباتري ديما كيتشارج. فوق بارك كديماري بالسكات وبلا بريز وبلا شارجر، وحيت اغلبيه الوقت كتخدم بالضوء كتنقص عليك المصاريف وكدير المزيان مع الكره الارضيه.